من أجل صحتكم. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من أجل صحتكم. يعد ريف حلب الجنوبي من أكثر المناطق السورية فقرا وأقلها تخديما عبر سنوات طويلة ماضية، حيث تعرضت المنطقة للتهميش الممنهج من قبل النظام، مما منع عنها مختلف أشكال التنمية على كافة الصعد ومنها الجانب الصحي. ما هو الواقع الخدمي الصحي في ريف حلب الجنوبي؟ وما هي المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها مديرية صحة حلب الحرة لدعم القطاع الصحي في الريف الجنوبي؟ نبدأ حلقتنا بمتابعة التقرير التالي عن الواقع الصحي في الريف الجنوبي. ريف حلب الجنوبي رحلة يائسة للبحث عن مقومات الحضارة، فقد تعمد النظام على نشر الجهل بين أهاليه، فإنك ما أن تدخل إليه حتى ترى قرى مهملة لا يوجد فيها أي من مقومات الحياة، فلا محطات لتنقية المياه ولا مدارس تأوي الطلاب، ومع الحد الأدنى من الخدمات الطبية فإن معظم ساكنيه يعمل بالزراعة ويعتمد في ريه للمحاصيل الزراعية على مياه المجاري التي تتسبب في نشر الأمراض والأوبئة. عندنا عياد إسعافية هون لا يوجد إلى دعم خالص، ما في دعم إلى، في إصابات كتير عندي، من إصابات من الأشمانية بسوء القمامة بسوء المجارير كذا، في عنا إصابات من الحروق وما حروق، إصابات كتير عندي حروق فوق 100-150 إصابة حروق، لا ما في دعم خالص إلى ولا جهة معينة تدعم هالعياد الإسعافية عندنا هون في المنطقة هون. إصابات تجيك إصابات من الحراقات، في عندك حالات اختناق، جتنا حالتين ثلاث اختناق من الحراقات، يعني يلزمنا شيء كثير لهالموضوع هذا. فقبل 5 أشهر كان الواقع الطبي سيئا للغاية مقارنة مع باقي المناطق المحررة لعدم توفر المراكز الصحية التي تقدم خدمات مجانية للمواطنين. بالنسبة للعمل الطبي في الريف الجنوبي وضع مأساوي كثير، نحن وصل عم نشتغل حوالي 8 شهور منطقة جبل قص منطقة طل الضمان. طبعا المنطقة كنا عم نشتغل فيها قبل وضع صار مأساوي بالنسبة للقصف، أغلب الخلق نزحت من المنطقة، اضطرينا ننقل لمحل تاني فيه بشر فيه خلق حتى نقدر نشتغل. طبعا المنطقة بالريف الجنوبي ما ينغطي بالكوادر الطبية ولا بالمراكز الصحية أبدا، أغلب المراكز الصحية بالريف الجنوبي مسكرة، مستوصف أم القراميل، مستوصف تل الضمان، مستوصف السميري، مستوصف العمري، مستوصف البطراني، كلها مراكز مسكرة وما هي مخدمة أبدا. طبعا السبب الأول أنه ما في كوادر طبية أبدا، لا أطباء ولا ممرضين. ونظرا لهذا الواقع قامت مديرية صحة حلب الحرة بإنشاء مراكز صحية تقدم خدمات مجانية للمرضى والمصابين. شوف هالزحمة، أيوه، يعني وأدوية قليلة وأطباء قليلين. وهذا ساعد في تحسين الواقع الطبي في القرى التي تتواجد فيها تلك المستوصفات. الواقع الطبي بالريف الجنوبي قبل ما يجوا جماعة المستوصف كان معدوم نهائيا بشكل كلي، يعني لا في مستوصف ولا في دكتور، والمنطقة قليل يعني تلاقي دكتور. نروح للحاضر أو للعيس أو للزربة، لا نروح على دكتور أو تواجد هناك يعني دكاترة، نروح لعندهم مشان معاينة أطفال أو نساء أو غير ذلك أو ولادات. وتبقى المشكلة الأكبر في الريف الجنوبي لحلب والذي يمتد على مساحات واسعة هي انتشار الجهل وقلة العلم بين أبنائه والنقص الكبير في كوادره الطبية التي هاجر أكثرها خوفا من شبح القصف وانتقل لأماكن أكثر أمنا. وللاطلاع على تفاصيل الوضع الصحي في ريف حلب الجنوبي نرحب بضيف حلقتنا الدكتور ياسر درويش مدير الصحة الحرة في حلب الذي أجرى معه فريق البرنامج الحوار التالي. دكتور ياسر درويش مدير صحة حلب الحرة، نرحب بكم في برنامج من أجل صحتكم. دكتور ياسر، ما هي الخدمات الطبية التي تقدمها مديرية الصحة في محافظة حلب الحرة بالنسبة إلى ريف حلب الجنوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
أولا بالنسبة لريف حلب الجنوبي، هو يشكل مساحة جغرافية واسعة جدا ذات كثافة سكانية خفيفة. هذا يشكل عبء بالنسبة لإنشاء وتشغيل المراكز الطبية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة. طبعا لا يخفى على أحد أن الريف الجنوبي حتى فيما ما قبل الثورة في الفترة السابقة لم يكن مخدم بنسبة 40% في قطاعيه العام والخاص. حاليا الظروف الحالية التي نمر بها هي أسوأ بكثير، وهذا لا يخفى على أحد. الظروف هذه أفرزت لنا مجموعة من التحديات الجديدة. طبعا نحن حاليا استطعنا حتى الآن تنفيذ جزء بسيط من الخطة التي نود تطبيقها في الريف الجنوبي، وهي بدأنا فيها بالمراكز الصحية. حاليا استطعنا إنشاء 3 مراكز صحية والعديد من النقاط الطبية. المراكز الصحية هي مركز البطرانية ومركز زمار ومركز العيس. دكتور، إلى أي مدى تحسن الواقع الطبي بعد بدء مديرية الصحة وإنشاء هذه المراكز؟ للأسف هناك عدة عوامل كما أسلفت قبل قليل حدت من تطوير أو تحسين الخدمة الطبية المقدمة بالنسبة للريف الجنوبي. يعني ليس هناك فروق كثيرة برغم الجهود المبذولة حتى الآن. الأسباب كثيرة، ولكن نستطيع أن نجمل بأن حاليا المراكز والنقاط التي أنشأناها تستطيع تقديم الخدمة يوميا لحوالي 400 مراجع. كأجمال بالنسبة للمستوصفات وللنقاط الطبية والخدمات الأخرى التي استطعنا تقديمها. ما هي العوائق التي تحول دون تحسين خدمات في الريف الجنوبي؟ بالنسبة للعوائق هي كثيرة وتنقسم إلى شقين. الشق الأول المتعلق بالطبيعة الريف الجنوبي الجغرافية والسكانية، والشق الآخر الذي يتعلق بالصعوبات الحالية التي أفرزتها الظروف الحالية التي نعيشها. نتكلم بالنسبة للظروف الحالية الموجودة. أهم العوائق هو ندرة الكوادر البشرية، وخاصة الأطباء والأطباء المتخصصين والفنيين والممرضين وبقية العاملين في القطاع الصحي. طبعا الأسباب كثيرة ومعروفة ولا تختلف عن الأسباب نقص الكوادر في بقية قطاعات المحافظة، من هجرة إلى رفض العمل إلى آخره. السبب الثاني هو أسباب، في هناك أسباب مالية، فهذه الأسباب المالية تعاني منها جميع القطاعات الطبية والمحافظة ومنها الريف الجنوبي. الطبيعة الجغرافية والسكانية كما أسلفت قبل قليل، وهي مساحة جغرافية واسعة وكثافة سكانية ضعيفة، وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد تجمعات سكانية كبيرة بالريف الجنوبي. يعني أكبر تجمع سكاني لا يتجاوز تعداد سكانية 15 إلى 20 ألف نسمة. ما هي الحالات المرضية الأكثر انتشاراً في الريف الجنوبي؟ هي نفس الحالات المرضية الوبائية المنتشرة في بقية القطاعات المحافظة، ولكن هناك في نسب متفاوتة. يعني ممكن تجد بعض الأوبئة مرتفعة بالريف الجنوبي منخفضة في بقية القطاعات، ولكنها نفسها. أهم هي الليشمانيا، عن التهاب قصيبات الشعر الحاد الذي ينتشر منذ حوالي أسبوعين تقريبا، الجرب والقمل، بالإضافة إلى الوبائيات الموسمية، أمراض الجهاز الهضمي صيفا وأمراض الجهاز التنفسي شتاء. المشاكل التي يعاني منها الكادر الطبي في الريف قلة الوعي في المجتمع، كيف يمكننا رفع الوعي الصحي عند المواطنين؟ هذا الموضوع يحتاج إلى تعاون في مختلف مؤسسات الدولة. الأساس هو القطاع التعليمي والتدريسي، إحياء المدارس وإعطاء عدة ساعات لرفع الوعي الصحي. هذا يعتبر من أهم الخطوات التي يجب اتباعها، بالإضافة إلى النشرات المرافقة للحملات الطبية كنشرات مرافقة موجودة بالمراكز الصحية أو بالعيادات المتنقلة أو بمنظومات إسعاف أو حتى العيادات الخاصة، بالإضافة إلى تخصيص ساعات من خلال التلفزيون والراديو ووسائل
الأخرى. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للكوادر الطبية العاملة في الريف الجنوبي؟ طبعا الكوادر الطبية العاملة بالريف الجنوبي هي حاليا على ندرتها تتحمل جزء كبير من العبء من عبء العمل الحالي، وهم مشكورين. ظروف العمل هي أصعب بكثير من باقي قطاعات المحافظة بدون استثناء، لما يحمله من خصوصية أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، على قدر القسم الذي قسموه بالنسبة للموضوع الخدمة الطبية للناس. ما لا يسعنا إلا أن نقدم لهم جزيل الشكر على خدماتهم. ونحن نقدم لك جزيل الشكر دكتور ياسر درويش. نشكر الدكتور ياسر درويش على ما قدمه لنا. مشاهدينا نشكر لكم متابعتكم برنامجكم من أجل صحتكم، ودمتم وعائلاتكم بألف خير. من أجل صحتكم.